وبالعودة إلى مراسم زيارة ذكرى استشهاد الإمام الكاظم عليه السلام، ينضم معنا عبر الأقمار الصناعية مراسلنا من هناك أرشد الحاكم. مرحبا بك معنا، كيف هي أجواء الزيارة الآن لديك أرشد؟ تفضل. نعم رانيا، أهلا بك. يعني الآن هي ذروة الزيارة وذروة توافد الزائرين إلى مدينة الكاظمية المقدسة. قبل ساعة من الآن جرت مراسيم الزيارة بالتشييع الرمزي لجثمان الإمام الكاظم عليه السلام، حيث شيع الزائرون الجثمان وطافوا به داخل الصحن الكاظمي من خلفه بالتحديد. أما الآن فتجري صلاة الظهر، ومن ثم ربما يبدأ الزائرون بالعودة إلى مناطقهم. الإجراءات كما هي ومستمرة حتى نهاية الزيارة، لكن مدينة متى الكاظمية الآن ستنتهي يعني مراسم زعيم هذه يقول الزيارة إنها بشكل فعلي أرشد؟ من المؤمل بعد صلاة الظهيرة أن تكون هنالك مجالس عزاء لمجلس أو مجلسين عزاء يعني، ومن ثم تنتهي مراسيم الزيارة ويبدأ الزائرون بالعودة إلى مناطقهم. لكن الآن يعني لو ياخذنا زميلنا المصور يعني زميلنا ياخذنا المصور لقطات للصلاة، يعني الآن الصلاة الظهر ربما تقام صلاة جماعية داخل الصحن الشريف، وهنالك أعداد كبيرة كما يبدو واضحا في الصورة للزائرين الذين يؤدون الصلاة وربما بعدها يؤدون الزيارة والخروج. الآن يعني مدينة الكاظمية يعني دعيني أقول إنها تغص بالزائرين، كل مداخل مدينة الكاظمية، كل شوارع مدينة الكاظمية الآن امتلأت بالزائرين. والآن هو وقت الذروة، وبعد قليل يبدأ الزائرون بالعودة وتبدأ المواكب، وهذه يعني المواكب الخدمية والجهات الصحية كلها بالعودة إلى منازلها وإلى دوائرها التي أتت منها. طيب، بشأن الطرق المغلقة، متى سوف يتم إعادة فتحها أمام المارة؟ الطرق حتى هذه اللحظة كما كانت عليه قبل يومين غلق تام لكل مداخل مدينة الكاظمية. والآن ربما شوارع مدينة الكاظمية الزائرين الذين يؤدون الزيارة والذين أدوا الزيارة يوم أمس وباتوا في مدينة الكاظمية، الآن يعني هنالك تكدس لأعداد من الزائرين على الشوارع بانتظار سيارات من أماكن، يعني هنالك أماكن خصصت لإركاب الزائرين، لكن هنالك تكدس لأعداد كبيرة من الزائرين خاصة زائرين المحافظات يطالبون بتوفير عجلات أكبر من أجل نقلهم إلى خارج مدينة الكاظمية بسبب عدم وجود عجلات داخل مدينة الكاظمية. ربما الساعات القليلة القادمة ستشهد بعض الشيء زيادة في حركة العجلات، ربما فتح منافذ جديدة لخروج الزائرين من مدينة الكاظمية، هذا من المؤمل. أيضا بعد قليل بعد ساعة أو أكثر سيكون هنالك مؤتمر صحفي للقيادات الأمنية وأيضا للعتبة الكاظمية المقدسة للحديث عن الإحصائيات للزائرين العراقيين وعن الإحصائيات للزائرين الأجانب وعن مستوى الخدمات التي قدمت. ننتظر بعد قليل المؤتمر الصحفي الخاص بانتهاء مراسيم الزيارة. أيضا هنالك أكثر من وزارة ستعقد مؤتمر صحفي للحديث على الجهود التي قدمت للزائرين داخل مدينة الكاظمية. مراسلنا أرشد الحاكم من الكاظمية، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات.